اهلا بيكم بعد الفاصل. والحقيقه الفقره دي برضو شيقه جدا وتهم اباء وامهات كتير. اباء وامهات كتير بيشتكوا طول الوقت ان اولادنا طول النهار قاعدين على الالعاب الالكترونيه، قاعدين على التاب، قاعدين على الموبايل. طب المرحله وصلت لمرحله ادمان، الاولاد عندها استعداد ما تاكلش ما تشربش ما تنامش، بس طول النهار قاعده على الاجهزه، عاملين كده طول النهار. طيب احنا عايزين نعرف هل الاجهزه دي ليها اضرار؟ طب ليها فوائد؟ في ناس بيقول لك لا، في العاب تعليميه وفي حاجات ممكن الاولاد تستفيد منها. طب هي ليها اضرار؟ طب من عمر قد ايه؟ نقعد عليها وقت قد ايه؟ كل ده هنعرفه من دكتوره اسماء حسن، هي معالج نفسي معانا منورانا. اهلا بيك استاذ دكتوره شيماء، اسماء منوراني. اهلا بيك. دكتوره ميرسي. اسماء، احنا عايزين نعرف الالعاب الالكترونيه هل ليها اضرار؟ ليها فوائد؟ نمنع الاطفال منها خالص ولا ممكن مسموح ان هم يقعدوا على الاجهزه دي لوقت معين ومن عمر قد ايه؟ بسم الله. هو موضوع الالعاب الالكترونيه من الحاجات اللي بتجيلي في العياده كتير جدا. الموضوع مش كله مضر، بس اكيد فايده مش كتير، بس للاسف هو حاجه سلاح ذو حدين. عدم وعي الامهات والاباء ازاي يتعاملوا مع ده خلى ان اضراره في مجتمعنا اكتر من الفوائد بتاعته. بدايه الالعاب الالكترونيه هي اللي بتكون الحاجات الجيمز، سواء على الكمبيوتر او التابلت او على الموبايل. كتير جدا من اولادنا بقى اكيد طول الوقت قاعد على قاعدين الموبايل. عليه. هي مش كلها ضاره، بالعكس هي ليها بعض الفوائد. يعني في جيمز بتكون بتحسن عند الطفل الانتباه، التركيز، القدره على الملاحظه، القدره كمان على حل المشكلات. فدي من الحاجات الجانب اللي انا احب يعني ازوده. هي ممكن تعمل يعني فيها فايده. طبعا يعني طيب في نقول الفايده تاني كده معلش. بتحسن التركيز، ازاي؟ بمعنى بيقولوا هي انه بتفقد الحاجات، التركيز. لا بالعكس مش كلها، يعني الجيمز القائمه على الفك والتركيب بالعكس بتحسن التركيز. البازل، الحاجات القائمه على ان هو يشوف شكل ويبتدي يرجع يركبه تاني، لا بالعكس دي بتحسن الذاكره عندي، ازاي هو بيخزن الصوره ويرجع يسترجعها. حلو جدا. بتحسن التركيز عنده انه يقدر يجمع الشكل زي ما هو شايفه. بتحسن كمان الذاكره القصيره المدى. دي كلها حاجات بتحسن عندي الوظائف المعرفيه عند الطفل. تمام. من تمام. عمر قد ايه؟ المفروض ان كل عمر له مده معينه ما يتخطاهاش على الموبايل او على الجيمز عموما. المفروض ان اقل من من سنتين فيما اقل ابدا ما يكملش نص ساعه على الموبايل في اليوم، لان اضرارها هتكون كتير. نص ساعه ده قليل قوي. ما هي الفكره ان الاباء والامهات عدم الوعي بايه بقوا بيستريحوا، يعني قصه انه المهم انه ساكت. مش حتى ساكت، هو نفسه ما يقبلش. ده هي طفل الفكره، سنتين قد ايه؟ انت هو عارفه مش المرحله هيطلع. دي قد ايه عنيده وتصمم، يعني ما ينفعش نص ساعه وتسحبيه من ارتباطه بالموبايل جاي من انه اولا شاف ان الاب والام، احنا كاباء وامهات بقينا ارتباطنا بالموبايل عالي جدا، فبدا الولد يحس او الطفل يحس ان هو لا حاجه مهمه، بدليل ان بابي ومامي نفسهم مهتمين بيه وطول الوقت واخد انتباه. فاحنا بنعمل بعض الاخطاء عدم تداركنا ليها بينتقل اثره على الابناء، زي انه زي مثلا انا ابني جاي بيكلمني وانا في ايدي الموبايل، اكيد الاتنشن او الانتباه بتاعي بيكون مع الموبايل، ما بكونش مركزه مع الولد. اكيد ده بينعكس عليه ان هو كمان لما بيكون ماسك الموبايل صعب جدا ان انا اقدر احصل على انتباه منه. فالفكره ان احنا في المقام الاول نعمل كنترول على نفسنا علشان ده ينعكس عليهم، وده هنتكلم عنه في فكره ازاي نعالج ده. خلينا في الاول نقسم الموضوع لفوائد واضرار وازاي نعمل كنترول على الاضرار. قلنا الفوائد ان في بعض، مش كل بعض الجيمز الالعاب بتكون بتحسن عند الطفل الانتباه، التركيز، القدره على حل المشكلات، زي الالعاب القائمه على ان يبقى فيه مثلا لغز وهو المفروض ان هو يحله، فبيحسن عندي حاجه اسمها القدره على التفكير الاستنباط، ان ازاي يرتب خطوات بحيث يصل الى يوصل للهدف اللي يوصل لحل اللغز ده. فدي حاجات اكيد هتكون ايجابيه وانا احب ان انا انمي منها. حلو جدا. طيب في كمان حاجات بتحسن الجانب الاكاديمي، زي بتنمي عند الطفل فكره ازاي يعمل سيرش، ازاي يعمل برنت الحاجات، ازاي يبحث، الفكره نفسها فكره البحث والوصول للهدف اللي هو بيبحث عنه، ده جانب ايجابي انا احب انميه عند الطفل. والجانب التعليمي اللي هو الارقام دي بعضها برضو. احنا قلنا انها بتحسن بعض الجوانب الاكاديميه اللي هي الالعاب القائمه على ان هو لو سي مش يكون الالعاب فيه، لو في بيبقى زي اغاني دي كويسه اللي هو الطفل بيردد وراها، طبعا دي ده كويسه. كويس، بس ما سيبهاش لفتره اعتياديه عند الطفل عشان ما نوصلش لحاله برضو مش لطيفه. لازم التنويع. بالظبط. التنويع، ولازم يكون ده كله تحت اشراف الاب والام. يعني ما ينفعش ابدا ان انا ما بقاش بتشيك طول الوقت على الجيمز اللي ابني بيلعب. تمام. طيب السلبيات بقى طبعا عديده جدا كتير. جدا، والاباء والامهات بيتفاجئوا ان ازاي ابني حصل فيه هذا التطور في السلوك.
طيب السلبيات في المقام الأول طبعا على الجانب الجسدي، الموضوع بيأثر سلبا على الإبصار. التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية اللي بتكون طالعة من الكمبيوتر أو الموبايل أو التابلت، كل دي حاجات بتؤثر سلبا على الإبصار. صدرت إحصائيات كتير جدا أثرت، بتعمل مقارنة ما بين الأطفال اللي بيتعرضوا لفترة طويلة لهذه الإشعاعات وما بين الأطفال اللي ما تعرضوش ليها. طبعا حصل فرق شاسع في قياس الإبصار بالنسبة. تاني حاجة بتعمل مشكلة في عضلات الرقبة والعمود الفقري من القعدة لفترات طويلة، بيخلي فيه تأثير سلبي طبعا. ان الطفل ممكن يقعد ساعات واحنا مش حاسين، وزي ما قلت لحضرتك في بعض الاباء والامهات، بلاش اظلم الكثير منهم، المهم انه ساكت. ايوه بقى معظمهم ده بقى في اباء وامهات بتدي الاولاد بالزبط عشان يسكتوا. ايوه بتفاجئ ان ام جاي لي انا مش قادره ادرك ليه التحول اللي حصل في سلوك ابني. احنا قلنا كده في المقام الاول. على المستوى الجسدي في كمان مشاكل بتحصل في الاصبع بتاع الابهام والرزغ نتيجة انه بيحتاج طول الوقت يحركوا على التاتش، فده بيؤثر سلبا على حركة على المفصل بتاع الاصبع ده. كتير يعني معلومات دي اباء وامهات كتير ما يعرفوهاش للاسف، ما بيكونوش مدركين. كمان بتعمل سمنة، ان عدم الحرق وان الطفل بيقعد فترة طويلة ده بيعمل سمنة عند الطفل. وزي ما انا قلت هو بيبقى عنده استعداد ما ياكلش، ما يشربش، ما يروحش تمرين، ما ينزلش، ما يخرجش، هو طول النهار قاعد على الجهاز. بالظبط. الضرر الثاني اللي بيحصل على المستوى، نتكلم بقى على المستوى النفسي والاجتماعي. على المستوى النفسي الطفل بيبتدي يحصل له، هنتكلم في سياق الاسره الاول، بيبتدي ينسحب من الاسره، بيبقى كل اهتمامه واستمتاعه بالجيمز اللي بيلعبها على الموبايل. ما عندوش مشكله انه بابي ومامي خارجين، لا بس يسيبوا لي الموبايل. الموبايل فيه شحن، الواي فاي متوصل، خلاص ما فيش مشكله، يخرجوا. فبدا يحصل حاجه نوع من الاغتراب الاسري، ان الطفل موجود ومش موجود. فده بيقلل التفاعل الاجتماعي، وده شيء مش صحي ابدا. على الاطفال اللي اقل من سنتين او الاقل نقول من 5 سنين، ده بيعمل تاثير سلبي على النمو اللغوي بالنسبه لهم، ان الطفل فتره طويله قاعد ساكت قدام الموبايل او التابلت، فما بيلقطش كلمات، فحصلت الغوايه ما بتزيدش طبعا. تمام. التفاعل بينه وبين اخواته بيكون قليل جدا. على المستوى النفسي في جوانب تانية، انه بيفقد اهتمامه وشغفه بحاجات تانية كتير كانت مهمة وذات فايدة، زي الخروج، زي انشطة النادي، زي ممارسة الانشطة مع الاب والام او مشاركتهم فيها. بيبتدي يفقد الشغف بكل الحاجات دي، ويبقى كل الحاجات اللي مهمة بالنسبة له جاست اديني الموبايل. انا مامي اعملي اللي انت محروم منك، مش مهم، المهم ان موبايلي موجود والدنيا تمام في الانترنت. طيب على الجانب التاني، بدأ الاطفال يكتسبوا بعض السلوكيات، او المجتمع بدأ تظهر فيه سلوكيات ما كانتش موجودة، زي ان في بعض الالعاب اصلا قائمة على العنف. يعني انا بيجي لي اطفال الام تبتدي تشتكي لي ان الولد حاول طول الوقت بقى بيضرب اخوه. ليه؟ تبتدي تكتشف ان كل الالعاب اللي بيلعبها العاب عنف. دي يعني بتأثر في شخصيته. وكانت ظهرت من كام شهر لو احنا فاكرين الكارثة بتاعت اللعبة بتاعت الحوت الازرق بتاعت الانتحار. دي كانت كارثة، مشكلة. لعبة تانية ظهرت دلوقتي ومسيطرة جدا، لعبة اسمها بابجي. اللعبة كلها قائمة على ان هما بينزلوا مدينة جاست ان هو يعني واسلحة ويدور، يعني تخيلي ان هدف اللعبة انك تقتل عشان تستمر، بنموت بعض. فده بيولد سلوك عنيف جدا عند الاطفال. يعني تخيلي لما يبقى عنده فكر ان عشان انا اعيش لازم اقتل، يعني فاكيد ده بيأثر سلبا على البنية المعرفية بتاعته وبناء شخصيته. بيبتدي الولد يظهر سلوكيات عدوانية بينه من اخواته، وعايز طول الوقت يستحوذ على الموبايل. ما عادش فيه تواصل وفكرة ان اللعب والانشطة دي كلها. بعض السلوكيات التانية اللي بتظهر فكرة الكذب، ان الولد بيبتدي يقضي وقت طويل جدا، لا مامي ده بقى نص ساعه بس اللي ماسكه. بدات تظهر سلوكيات تانية، ان في جيمز بتحتاج انه يبقى بيعمل لها باكج وحاجات كده بفلوس معينه، فيبتدي الاب والام تكتشفوا انه بدا مبالغ تنقص منهم علشان الولد طول الوقت يبقى معاه كريدت عشان يقدر يكمل في اللعب. ففي سلوكيات والموضوع له عمق بعيد جدا، الاباء والامهات ما بيبقوش على وعي كامل بيه. ايوه مدركين ده كله، ما بيبقاش في ادراك كامل. فاحنا ازاي ممكن نشتغل على الحاجات دي؟ اول حاجه انا لازم اتشيك طول الوقت ابني او بنتي بيتفرج عليا. لازم اعمل كنترول على الوقت. الموضوع هيبقى صعب في الاول شويه، بس هيحتاج تفرغ من الاب والام. انا هستبدل ده بايه؟ بان لازم يكون عندي ممارسه انشطه انا بتفاعل فيها مع الطفل. يعني لازم انا كمان ابتدي اخلق انشطه هو نفسه يحس باستمتاع فيها. ما ينفعش ابقى انا طول الوقت مشغول، او انا عايزه اريح دماغي، او انا عايزه ساكت، المهم الام عايزه، انا عايزه الدنيا تبقى ساكته عشان الحق اعمل اكل. لا القصه مش كده. مسؤوليه التربيه مسؤوليه كبيره جدا. الفكره مش جاست ان انا باكل واشرب واجيب حاجه اعلى مستوى واجيب لبس براند معين، لا الفكره مش كده خالص. الفكره ان انا نفسي لازم يكون عندي طاقه نفسيه لاحتمال الطفل. طيب زي ايه؟ يعني اب وام دلوقتي بيتفرجوا علينا واولادهم بيمسكوا الموبايلات كده، نبتدي نقول لهم خطوات ايه؟ ممكن في المقام الاول عشان ابتدي اسحب منه اللعب، انا لازم افهم ابني وازرع جواه ان حتى اللعبه لازم اطلع منها بفايده. سي احنا حملنا لعبه على الموبايل، احنا استفدنا ايه منها؟ قولي كده انت اتعلمت ايه؟ لو سي نزلنا الحاجات بتاعه البازل، هحس انه
مستواه بدأ يتحسن في حاجات، هحس انه من ضمن كمان السلبيات اللي ظهرت واباء كتير جدا اشتكوا لي منها انخفاض المستوى الاكاديمي والتعليمي. الولد ما بقاش قادر يقعد، مش ما بقاش قادر، ما بقاش عنده الرغبه انه يقعد على الكتاب فتره طويله زي الاول. طبعا بيبتدي المدرسين يشتكوا ان مستواه انخفض، وخصوصا مع المدارس اللي بتعمل متابعات بشكل كويس. المستوى انخفض، القدره على التركيز ما فيش. في ولاد كمان ابتدوا يروحوا يناموا في الكلاس نتيجه انه قعد فتره طويله على الموبايل او التابلت. الولد لو قعد ياخد كفايته اصلا ما بيطلبش اكل، ما بيحتاجش انه ينام. يعني نادرا ما ابن حضرتك او بنتك يبقى ماسك الموبايل بتلاقيه عايز ينام. صح، ما بتحصلش. لو قعد منه بالعافيه. ايوه، فاحنا عندنا شويه احتياطات لازم نعملها. اول حاجه، امتى هياخد الموبايل؟ ممنوع تماما ان الموبايل او التابلت او الكمبيوتر الطفل يتعرض للاشعاع بتاعه لو هو لسه صاحي من النوم ولا قبل ما ينام. دي عشان اتفادى الاخطاء الجسديه اللي ممكن تحصل له او الاضرار السلبي على الابصار. تاني حاجه، لازم اتاكد ان الاضاءه في المكان اللي هو فيه كويسه جدا علشان برضو اتفادى اي خطا على الابصار عنده. تالت حاجه، ما ينفعش اسيبه فتره طويله، انا لازم اتشيك عليه. لازم لو هاخد كده الموبايل بشكل دعابي، قوم شوف مامي بتعمل ايه، هات لي كذا، بابي هيكلمنا على الموبايل. يعني ممكن ياخده نص ساعه ونريح نص ساعه ويرجع ياخده نص ساعه كده، بالظبط، ويتعمل كنوع من الريورد. يعني هو نفسه يبقى مكافاه، مش جاست بلعب للعب. يعني ايه اللي انا قدمته عشان احصل على المكافاه؟ دي حاجه. تاني حاجه، لازم يحصل شويه تفرغ من بابا وماما، انه لازم يحصل انشطه جماعيه. بمعنى انه نلعب بقى لعبه عرايس، نلعب نرجع للحاجات القديمه بتاعتنا اللي ولا تفاعل. أيوة صح. لان ده مهم جدا. أيوة. لان الاب والام 60-70% من معرفتك لشخصيه ابنك بتظهر في اللعب. لان الطفل ما عندوش القدره على التعبير اللغوي زينا. صح. ما عندوش القدره على التعبير ان حاجه مضايقاه. ممكن جدا يكون اتعرض لموقف سخيف في المدرسه يظهر ده عندك في البيت بشكل عدواني. انت مش قادره تفهمي ليه ابنك ظهر عليه سلوك عدواني. صح. فعدم قدرته على التعبير اللفظي بيتخلي ده يظهر في شكل سلوكي. ف 60-70% من السلوك، انا لما بتجيلي ام بقول لها عايزه تعرفي شخصيه ابنك، راقبي لعبه. هتعرفي من اللعب هو ايه. ايوه صح. هتراقبي بقى لعبه ازاي وهو بيلعب على التاب مثلا. بالزبط. ايوه صح. فلازم تبتدي تعملي تفاعل. انت عندك كذا طفل، ابتدي قسمي الادوار. ان الكبير يبقى مسؤول شويه عن الصغير. انت هتبتدي ترتب، ايه رايك انك انت تعمل لنا لعبه لطيفه النهارده؟ طب ايه رايك تبقى انت المسؤول ان انت اللي هتجمع المكان؟ طب ايه رايك انت هتبقى مسؤول انك توضب المكان بعد ما نعمله؟ ده كله يتعمل كده زي لوحه مكافئات. انا كتير من الامهات بعمل ده، الاولاد بيفرحوا بيه جدا. تكون الاولاد ما بيحبوش المكافئات اللي بتكون على المدى البعيد لانه بيكون زهق. هو عايز مكافاه سريعه. فاحنا هنقسم الموضوع لكذا مستوى، ان المكافاه السريعه والمكافاه السي الاسبوعيه. ان احنا لو قعدنا كويسين على مدار الاسبوع ده، احنا هنخرج نروح المكان اللي هو بيحبه، او هنجيب له لعبه هو بيحبها، او اي مكان. بس لازم نصدق في ده. لان لو الطفل فقد ثقته فينا، الموضوع بيكون صعب جدا جدا جدا. ونبتدي نرجع، احنا كمان لازم نفضي وقت من وقت، لان احنا كمان ككبار بقى الموبايل واخد جزء كبير جدا من حياتنا. طب انت الاب والام بعد ما يرجع من شغل هيفضي نفسه ساعه ونص، ساعتين؟ لا مش لدرجه ساعتين، انا مش عايزه ساعتين. طيب بقيت اليوم، يعني انا جالي امبارح على الصفحه واحده بتقولي انا وجوزي بنرجع من الشغل، هم شغالين في بنك، برجع الساعه 6 ولا بال ما اعمل اكلي وشرب الساعه 8. يعني اساليه هقدر اقعد مع طفلي قد ايه؟ انا بقول لحضرتك مسؤوليه التربيه مش مسؤوليه سهله. انا مش الفكره ان انا بجيب له احسن براند في اللبس، او بجيب له احسن ايفون، او بجيب له احسن، انا مدخلاه مدرسه انترناشونال. الفكره مش كده. الفكره انا متواجد فين في حياه طفلي. يعني لازم تفرغ. بالظبط. لازم يعني. الطفل بيكون يوميا ولا مره في الاسبوع ولا يوميا؟ يوميا. الطفل اللي الساعه بتفرق في بناء شخصيته. الموقف الواحد بيفرق في بناء شخصيته. ممكن جدا اكون انا عامل موقف قدام طفلي انعكاسه عليه هو مش قادر يعبر لفظيا عنه، لكن هشوف ده في سلوكيات ابني. انا بزعق، طبيعي هتلاقي ابنك لما بيجي يطلب حاجه من حضرتك بيزعق، لانه اتعلم ان ده الطريقه اللي انا باخد بيها حقي. طب انا بتناقش، طبيعي جدا هتلاقي ان ابني لما بيجي يطلب مني حاجه بيحاول يقنعني. فاي طفل دايما بيكون انعكاس لشكل العلاقه اللي في البيت. فانا حريص قد ايه على ان شكل ابني يكون كذا. لازم انا كمان في المقام الاول اكون قدوه. الموضوع بيكون محتاج بس شويه تركيز، لان الاطفال دلوقتي بقوا على قدر عالي من الذكاء، وعلى قدر عالي من الوعي، على قدر عالي من الطلاقه في التفكير. كل حاجه عايزين يفهموها، يعني مفيش اعمل كذا فاعمل كذا. لا لا لا، حاجه بيبقوا عايزين. لا لا مش بتاعنا خالص. لا انا محتاجه افهم. انا لقيته في مناقشه. ايوه اقنعيني. صح. ايوه انا الميس قالت لي كذا. وخصوصا ممكن يكون البيت عند حضرتك يختلف عن صاحبه، فتلاقي ان شخصيته تختلف عنه، فيبتدي يلاقي ان زميله او صديقه او اللي جنبه في الفصل بيتعامل معامله تانية، فده برضه ينعكس عليه. فهي الفكره انه احنا في المقام الاول احنا نرتب اولوياتنا، ولازم اول اولوياتنا يكون ولادنا. طبعا. لو ده ما حصلش
انا اللي ببقى خسران وما ارجعش الوم الطفل. انا لازم اول حاجه يكون عندي انا نفسي استعداد نفسي لان انا اربي. يعني دايما لما بيجي الام اقول لها يعني شايف كم انت مش قادره الخلفه ما تخلفيش طبعا هي يعني ما تخلفيش يعني في ناس بتبتدي انا اتجوزت اول ما تبقي لا اول ما تبقي مؤهله انك تربي صح. انت في الاول محتاجه تعرفي يعني ايه بناء اسره، محتاجه تعرفي اصلا شخصيه زوجك وتبتدوا انتوا تتوافقوا مع بعض عشان تقدروا يبقى عندكم طاقه نفسيا وماديا وعلى كافه المستويات ان انت تتقبلي طفل، تتقبلي طفل بالتقلبات المزاجيه بتاعته، تتقبلي طفل بانه انت مش بس انت اللي بتربي، هو حضرتك بتبني وبعد كده بيبتدي يطلع الكيجي في الحضانه بتاثر، بعد كده بيطلع المدرسه، بعد كده بيدخل موضوع الموبايل النادي العيله الالتقاءات. فلازم يكون انت عندك دايما الاداء اللي هتامني طفلك بيه وتتقبلي الاختلافات اللي بتطرا عليه، وازاي يبقى عندك المرونه انك تتقبليها وفي نفس الوقت ترجعي لي السياق اللي انت حباه. طيب تنصحي الابهات والامهات دلوقتي تنصحيهم بايه؟ يعني اللي وصلوا حتى لمرحله الادمان، مش هنقول اللي لسه دلوقتي مثلا عندها بيبي فلسه ما. لكن اللي وصل حقيقي دلوقتي لمرحله الادمان لازم تعرفي يعني انت بتروحي النادي دلوقتي، هنروح يعني النادي انت الاولاد مش بيلعبوا في النادي، المفروض ده مكان اجتماعي ولعب، انت الاولاد طول النهار قاعده كده ماسكه في التاب وفي الموبايل ما بيتحركوش. طيب خلينا نقسم الموضوع للناس اللي لسه الموضوع في البدايه بالنسبه لهم. الناس اللي لسه الموضوع في البدايه بالنسبه لهم لازم قلنا يتعمل كنترول. تاني حاجة أنا لازم أتشيك طول الوقت ابني أو بنتي بيلعب إيه. تالت حاجة أنا لازم أنا نفسي أرسخ في ذهن الطفل إن اللعبة لازم يكون منها فايدة. أنت وقتك غالي، أنت ليك قيمة، أنت ما ينفعش الوقت يضيع لمجرد إن أنا بلعب. أنت استفدت إيه؟ وده برضو مش هيجي إلا بالحوار. إحنا قضينا يومنا في إيه؟ يعني المدرسة أنا استفدت منها إن أنا أخدت لسن جديد، إن أنا أخدت تعلمت حرف، كلمت الميس بتاعتي، لعبنا لعبة، عملنا نشاط. طيب أنا لما مسكت الموبايل إيه وجه الاستفادة؟ دي أول حاجة. تاني حاجة أنا لازم طول الوقت يكون انا عندي الطاقه لان انا اتقبل ان طفلي عايزني ابقى موجود في حياته. يعني انا مش موجود يعني كتير جدا من الاباء اصلا يقول خد الموبايل واسكت. فانا اللي اديته الاداء ارجع لهم ليه؟ ابتدي اراقب ايه السلوكيات اللي طرقت على ابني. هل كان كذا وبقى كذا وادون ده. هل السلوك ده سلوك طارئ وجاست حصل مره واختفى ولا السلوك اصبح تغير دائم في ابني؟ اذا انا ما قدرتش بالادوات العاديه ان انا اسمعه، اتكلم معاه، ابحث عن حاجه زي نالف قصه او حاجه لطيفه جدا ان ازاي في حاجه ظهرت سلبيه ازاي اعدلها بشكل ايجابي، وازاي ان كان في ولد لطيف واصبح عنده كذا ولما رجع زي الاول بابي ومامي اتبسطوا من غير ما اوجه رساله بشكل مباشر. لان كتير الولاد بيرفضوا النقد ما بيتقبلوش، وجو التعليمات بشكل مباشر ده بيكون مش مقبول بالنسبه لهم خالص. التعلم بالنسبه للطفل بالنمذجه، يعني كتير جدا تلاقي ابن حضرتك بيقلدك من غير ما تاخدي بالك، فزي ما هتعملي اوتوماتيك اللي هو بيعمل. فبدل ما تضيعي وقتك وطاقتك في يعني محاضرات نظريه، أيوة صح. خلي الموضوع بشكل عملي وبشكل انشطه انت بتمارسيها مع ابنك. خلينا نقول ان الموضوع في الاول يحتاج طاقه عاليه شويه من الاباء والامهات، ان هو نفسه لازم يعمل كنترول على استخدامه الموبايل لان هو احنا قلنا لازم يكون قدوه. فانا كاب او ام لازم احجم الوقت اللي انا بستخدم فيه الموبايل. تمام. تاني حاجه، لو انا الموبايل جزء اساسي من شغلي لازم اوصل لابني رساله ان ده شغل. يعني اوصل له قد ايه انا مبسوط لما بسيب الموبايل، قد ايه انا بتبسط اكتر لما بقعد معاك، لكن ده شغل انا مضطر عليه ومش حابب كده. قبل ما اسيب الموبايل يا اخيرا هقعد معاكوا، يلا بقى نلحق نقعد مع بعض شويه، انا زهقت، انا مليت من كتر ما امسكوا، انا بتبسط اكتر وانا قاعد معاكوا. فيبتدي الطفل يتنقل له مسج ان لا بابايا ومامتي مبسوطين بوجودهم معايا، فطبيعي انا كمان هبقى حابب التواجد ده. تاني حاجه زي ما قلنا نبعد عن صيغه الاوامر والنقد، انت عملت كذا، لا انت متعاقب علشان كذا، لا ابتدي امدح اكتر. المدح عامه يعني حتى في الدين بتاعنا الكلمه الطيبه صدقه، طبعا يعني ان الواحد لما بيتكلم بشكل لطيف ده بيعمل جذب من صح وبيعمل انعكاس. احنا عشان معانا دقيقتين للاسف، انا عايزه نصيحه منك للاباء والامهات وبعد كده لينا ان شاء الله لقاءات ثانيه هنكمل فيها باذن الله. النصيحه ان في المقام الاول يكون ولادهم اول اهتماماتهم، حاولوا يعملوا كنترول، اذا فقدوا القدره على ده لازم يلجأوا للمختص لان الموضوع تطوراته بتكون مش لطيفه جدا، وخاصه من بعد 10 سنين الموضوع بيكون فتره المراهقه عندنا في مجتمعنا بتبقى بدري قوي قوي قوي، انعكاساتها بيكون الاباء والامهات ما عندهمش وعي ازاي تعمل المرحله دي. فابدا مش غلط ان احنا نودي ابنائنا لمختصين، لان ده اكيد احنا يهمنا في المقام الاول الصحه النفسيه ليهم. أكيد. من غير قصه انه لا ابني مش كذا، يعني نبعد عن حته الوصمه. اذا ما قدرش يعمل كنترول لازم يلجا لمختص علشان ده ما ياثرش سلبا عشان يقول له الخطوات ايه اللي هو يمشي عليها. بالظبط. حضرتك قلتي سن المراهقه بيبتدي من امتى؟ لا هو في مجتمعنا بقى بدري قوي، يعني ممكن نقول دلوقتي في اطفال بيدخلوا في سن المراهقه من 10 سنين. من 10 سنين. شكرا على وجودك معايا ونورتيني، وكان نفسي نكمل ان شاء الله لينا لقاءات تانية. وان شاء الله حبيبتي معنا على طول ان شاء الله. مش اعزائي المشاهدين، ان شاء الله الى اللقاء في حلقه جديده، واتمنى تكونوا استفدتوا من الكلام الجميل ده. الى اللقاء.